بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر مهم من أوامر الدايمنشن أو الأبعاد في برنامج الأوتوكاد. أنا عندي رسمة أيا كانت الرسمة اللي عندي، والرسمة دي موجود عليها أبعاد زي ما احنا شايفين كده، وأنا عايز أحرك الرسمة دي بدون الأبعاد. أعمل الكلام ده إزاي؟ الأول أنا هاجي أكتب M Move لاختصار Move من الكيبورد، تمام، وأجي أختار الرسمة وأجي أحركها. زي ما احنا شايفين اتحركت الرسمة ومعاها الأبعاد. طيب أنا هاجي أقول له أندو، وأجي أكتب الأمر بتاعنا النهاردة اللي هو دي دي إيه، اللي هو دايم دي أسوسييت، تمام. هاجي أدوس عليه بالشكل ده، وبعدين أختار الرسمة كلها. هنا بيختار لي الأبعاد بس، مش هيختار لي الرسمة، هيختار لي الأبعاد بس. وأجي أدوس كده، خلاص هو اختار لي الأبعاد، هو كده هيثبت لي الأبعاد مش هتتحرك معايا. وبعدين ادوس باليمين الماوس انتر، تمام. واجي في الحاله دي اقول له موف، اهي اتحرك الشكل بتاعي او الرسمه بتاعتي بدون الابعاد. برضو لو انا جيت عملت له روتيت، اقول له ار او من الكيبورد وادوس انتر، واختار الرسمه بتاعتي واجي اعمل لها روتيت من اي نقطه انا عايزاها، مثلا من النقطه دي كده. زي ما شايفين اتحرك معايا الدايمنشن، والدايمنشن مش مظبوط زي ما احنا شايفين كده. طيب انا هاجي اقول له اندو، وبعدين اقول له دي دي اي، بعدين انتر، واختار الدايمنشن بتاعنا اثبته بالشكل ده كده، وبعدين اقول له روتيت ار او اهي روتيت، واختار الرسمه بتاعتي واجي احركها كده. اتحركت من غير الدايمنشن. ممكن في الحاله دي بقى اشيل الدايمنشن اللي ظاهر عندي هنا ده اهو، و اظبط الرسمه اللي عندي كده. انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.